نشد سكان قرية شعبة الغولة التابعة لبلدية خليل الواقعة شرق ولاية برج بوعريج السلطات الولائية تدخل لفك العزلة عن قريتهم، وفي مقدمتهم تهيئة الطرق الداخلية. وقد عبروا فلاحو القرية عن تدهور القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تعد فلاحية بامتياز جراء ظاهرة النزوح الريفي وهجرة أغلب فلاحي القرية بحثا عن متطلبات الحياة الأساسية. مراسلة عبد الملك رفيس. سيد مقلتي عبد الكريم رئيس جمعية قرية شبت الغولة، نطلب منكم تخدمونا الطريق، رانا مضرورين، المال تاعنا رانا ما لقيناش باه نجيبوا له الماكله، حنا ما نخرجوش، ولادنا ما يقراوش، الفلاحه تاعنا رايحه حابسه، عندنا الشجره باه نجيو نلقطوا الزيتون ما لقيناش كيفاه حتى نعقبوا، راكم تشوفوا في الطين والطريق راهي فاسده، يموت لنا الميت في هنا في الدوار ما لقاوش كيفاه ندفنوه، الجبانه الطريق مسكره، كيفاه نديروا له الميت تاعنا هذا، حنا نخبيوه والله ما ندفنوهش والله، ما لقاوش كيفاه حتى نمشيو لا بالطوموبيل لا بالتراكتور لا بحاجه اخرى لا برجلينا، رانا مضرورين، دايرين الدجاج باه نجيبوا له الماكله، الدجاج تاعنا راه يموت. ما كانش رانا سمعنا دوك ما قدرناش نخرجوا لا لولادنا لا لمالنا لا لروحنا، رانا مضرورين، نطلبوا منكم تخدموا لنا طريق، والطريق راهي خرجت لنا وما كملتوهاش، راهي خرجت الطرانش الاول وما سنياها لناش، رانا نستناو منكم ورانا مضرورين، ماذا بكم في اعجل وقرب ان شاء الله تجيو تخدموا لنا الطريق هذه اللي رانا مضرورين بها، ولادنا راهم في حاله ما يقراو، وحنا ما نلقاو باه نخرجوا باه نجيبوا الماكله لا لمالنا لا لينا. انا مواطن من شعبه الغوله بلديه خليل. هنا راه حبينا نقولوا رانا مغبونين بزاف من جانب تاع الطريق، رانا ما قدرنا نستثمروا والو في الارض نتاعنا، ما قدرنا نبنيو كراجات، ما يجوناش كوامن نفلحوا، ما يجوناش لماشن، رانا مغبونين في الطريق هذه، راهي غابنتنا في كلش من المقبره حتى الميت تاعنا مغبون، المريض تاعنا مغبون، التلميذ تاعنا مغبون، حتى احنا الفلاحه ما قدرنا نستثمروا والو، حاجه ما تقدر تجي لنا، الاليات الكبار هذو اكل لا سيمي لا ماشينه لا والو، كامل يهربوا علينا. ماذا بكم في قرب وقت ان شاء الله نطلبوا ان شاء الله من السلطات تتدخل وتخدم لنا الطريق وتحيوا هذه المنطقه، هذا راه استثمار خير كبير لهنا ان شاء الله، رانا هنا في المنطقه هذه نقدروا نقوموا بتربيه الدواجن، تربيه الاغلام، زراعه كل انواع الزراعه تاع الحبوب من القمح الشعير الحمص العدس، نقدروا ننتجوا كلش، كاين الماء كاين خير ربي، نقدروا نبحثوا ولكن الله غالب، حتى السلطه تاع الماء ما تقدرش تهبط لنا لانها ثقيله والطريق مهريه ومكسره. راه نقل مدرسي ما كاش، انا نعاني انا نروح نقرا في البوطات، الطريق مكانش، نقل المدرسه مكانش، يا سيدي الوالي اختم لنا الطريق.